أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية في منطقة تعرف مناورات الأسد الأفريقي والقمة، قمة الناتو في العاصمة مدريد. كان ضروريا لروسيا أن ترسل رسائلها، ورسائلها اليوم فضائية. ضبط جميع مواقع القمة، يمكن ضرب هذه القمة بكل إحداثياتها على الأقل حسب القمر الصناعي الروسي روسورس بي. هذا القمر الصناعي الروسي اليوم الذي وصل إلى مستويات قياسية. يقول ديمتري روغوزان بأن ما عرفه الروس أخيرا من تقنيات فضائية تشمل أولا الوصول إلى جميع النقاط التي يرغب فيها على أقل تقدير الروس بعيدا عن الأقمار الصناعية وتقنياتها الغربية. إذن بشكل مباشر وواضح ومن منظومات خاصة بالنسبة لروسكوسموس الروسية، فإن ديمتري يكشف إلى أبعد مدى كيف هي اليوم قاعتي الاجتماع بالنسبة للنيتو، ماذا سيكون فيها التصوير بدقة متناهية لكل المسارات التي يمكن أن يقطعها القادة، كل هؤلاء اليوم تحت تصرف الأقمار الصناعية الروسية التي استخدمت الآن لأول مرة. النيتو وضد الأسد الأفريقي دفعة واحدة، لم يترك الروس أن تمر المناسبتين دون إرسال هذه الرسالة، رسالة قوية إلى أن حياة الرؤساء الغربيون عموما وفي هذه القمة يمكن بصاروخ واحد إعادة توجيهه وغير قابل للصد، لا من حيث أولا المراقبة، ثانيا الإحداثيات الجديدة، ثالثا أن التصوير العالي للغاية بالنسبة لهذه القمة، هذا الذي يجعل من الذي صور القمة قمة مدريد وأظهر فيها الصور كما في جميع مواقع روغوزين، وهي رسالة قوية إلى قمة الناتو بأن كل التفاصيل في هذه القمة تحت تصرف الروس وتحت تصرف قمرهم الصناعي. وهناك قمر صناعي بين بروكسل واشنطن ومدريد بأدق التفاصيل في نفس الآن. ما عليه ما سمي بالنسبة للترجمة تقريبا بمركز المنفعة، سنتر دانتيغي تقريبا بهذه الترجمة، في كل من واشنطن وبروكسل مدريد. كل هذا يعرف جيدا الروس أنهم يستطيعون ضرب هذه المراكز، مراكز المنفعة أو هذا البنك من الأهداف المجسد في هذه المنافع أو هذه مراكز المنافع على وجه التحديد. إذن التقديرات التي يعمل عليها الآن الروس أنهم يظهرون لأول مرة العمل من خارج المنظومة الغربية تماما، ومن خارج تقنياتها، ومن خارج شركاتها، ومن خارج أيضا قطع غيارها. إذا نتحدث عن قمر صناعي، يعرف جيدا الأمريكي أن نسب 120% كلها روسية، بمعنى على أن 20% الإضافية من التكنولوجيا مجهولة، مما يجعل البحث على ليس فقط على 100% من هذا القمر الصناعي، إنما أيضا على 20% من التكنولوجيا التي هي مجهولة إلى الآن لدى جميع الأطراف. بخصوص روسورس بي 22 2022، والآر بي أو روسورس بي 2022 دقيقة للغاية في هذا التطور الاستثنائي على العموم. إذا أمامنا أولا وبدقة متناهية أن مدريد أصبحت جزء لا يتجزأ من الأهداف المباشرة
والتصوير 24 ساعة ل 24 ساعة. بالنسبة للقمة إن في حال استهدافها يمكن الاستهداف أن يكون شاملا وغير مسبوق بتصوير 24 ساعة ل 24 ساعة. جميع حركة الرؤساء وأيضا المسارات كلها تحت إنفاذ واحد. لذلك فالتقديرات اليوم التي يعمل عليها الجميع سيكون لها الأثر الشديد الأهمية. إذن هذا هو التقدير الأساسي الأول بالنسبة للRPI Resource P22. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن الأهداف المتوقعة أو ما يسمى بهذا التعبير على وجه التحديد بمراكز أو نقطة الارتكاز التي يمكن إصابتها في كل هذه المناطق، وهذا أمر واضح للغاية. إذن أمامنا إعادة تقدير شاملة لمثل هذا الوضع. إذن لدينا هذا التفصيل النادر بخصوص الأهداف المتوقعة. المسألة الأخرى والأكثر أهمية أننا أمام إعادة اعتبار شديدة الخصوصية عندما يتأكد بالنسبة لديمتري روغوزان فإن لديه صيغة واضحة للقول أن الصناعة الفضائية الروسية تتجاوز المناورات، يعني يمكن تجاوز مناورات الأسد الأفريقي وضرب جميع نقاط القمة بالنسبة للنيتو في دفعة واحدة أو على الأقل في عملية واحدة. إذن أمامنا تفصيل شديد الأهمية بهذا الخصوص. لذلك فإعادة تقدير الوضع بشكل كامل قد يعود إلى مثل هذا التفصيل. مهم جدا بالنسبة لإعادة الخارطة إلى ما كانت عليه، فإن روسيا روغوزان ترسل رسالتها بالأساس إلى مناورات الأسد الأفريقي. كل مناورات الأسد الأفريقي تحت تصرف ريسورس بي، إذن هذا أمر محسوم ونفسه هو الذي يراقب من جهة 24 ساعة 24 ساعة في المناورات مناورات الأسد الأفريقي وأيضا القمة بالنسبة لمدريد ومتابعتها من عاصمتي القرار بروكسل وواشنطن. وفي كل ما نراه فإن إعادة تقدير الوضع على وجه التحديد سيكون له ما بعده، لأن اليوم أصبح الأمر محسوما خارج أي تقنية للغرب، خارج أي محاولة لضرب الأقمار الصناعية المراقبة. يعني أن ريسورس بي أو اختصارا سنسميه RP 22 في حالة هذه فإن ريسورس بي 22 وأمام هذا التصوير الشديد الأهمية وأمام مراقبة العاصمتين مع مناورات وقمة. إذا أربع نقاط يعمل عليها الآن الريسورس دفعة واحدة. إذا هذا القمر الصناعي يراقب المناورات لأنها ما يسمي بالوجه الديناميكي للنيتو. المسألة الأخرى القمة، قمة القرار السياسي وأي القرار العسكري والتغطية السياسية في مدريد، وهناك عاصمتين للقرار واشنطن باسم الولايات المتحدة الأمريكية والقوة الأولى للنيتو، وما بين بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي والقوة الثانية في هذا التحالف. إذن أمامنا أربع نقاط، أمامنا مسارين مباشرين للمتابعة 24 ساعة ل 24 ساعة، وأمامنا الدقة التي تصل إلى ما بين 0.8 عبر البكسيل وإلى حدود الواحد، وهذا يعني مباشرة أن واحد متر لواحد بكسيل هناك من أقل بكثير، نحن نتحدث عن 0.6 وهناك 0.5،
معنى ذلك أننا أمام إعادة ترتيب جديد لما يقع الآن ما بين قتل ارتكاز الأربع التي هي قادرة الآن على إعادة تدقيق التصرف. ولهذا فإن مجرد إعلان المراقبة 24 ساعة على 24 ساعة للمناورات عبر قمر صناعي روسي لا يراقب المناورات فقط بل وأيضا القمة ومجريات القمة وتأمين القمة بشكل كامل إلى درجة أنه يمكن الوصول إلى ضرب كل القمة والعاصمتين معا لهذه القمة، كل هذا سينجز في أقل من 35 ثانية. يعني نتحدث اليوم عن فارق دقيقتين كحسم نهائي أمام مثل هذا الوضع، وهذا الذي يقول به روغوزان. روغوزان ديمتري واضح بأن التكنولوجيا الفضائية الروسية اليوم تحاول أن تحاصر بشكل أكبر، فهي اليوم لا تعترف أولا بالعمق، وهذا مهم جدا، بالعمق الأوكراني، تجاوزت العمق الأوكراني، والآن في جميع خارطة أوكرانيا كانت ضربات لـ 48 صاروخا. معنى ذلك أن لا عمق في أوكرانيا، ما بعد دونباس يمكن أيضا بالنسبة لجميع الخيارات، وعلى الناتو أن يقرر ما يشاء. إنما الشيء الوحيد الذي وضع ديمتري ميدفيديف يده على نقطة محذرة، أن القرن هكذا بالحرف خط أحمر ويمكن أن تكون حرب عالمية ثالثة. سؤال مطروح، أي حرب عالمية ثالثة؟ المسألة روسيا ضد كل العالم، هذه الحرب العالمية الثالثة. عندما نراجع النسخة الروسية لما تحدث به ميدفيديف سنجد أن الأمر يتعلق بالرد على كل العواصم، مما يشكل حربا عالمية. هل هي حرب عالمية ضد روسيا أم روسيا ضد العالم؟ هذا لا يهتم له الآن بالقدر الذي يتأكد من خلاله حسب ميدفيديف أن الأمر يتعلق مباشرة بحرب عالمية ثالثة. إذن الوصول إلى تصوير 24 ساعة 24 ساعة بالنسبة للناتو، قمة الناتو في مدريد، أيضا بالنسبة للأسد الأفريقي 24 ساعة 24 ساعة، 24 ساعة 24 ساعة في بروكسل، 24 ساعة 24 ساعة في واشنطن دفعة واحدة. هذه الصور التي يحاول إبداءها روغوزان، ويؤكد أن روس كوسموس هذه الشركة وصلت من تقنياتها الفضائية أن دققت مثل هذا الوضع، وأصبح هناك أمر نهائي بهذا الخصوص، لأن بالنسبة للمراقبة الآن وعلى رأس الدقيقة في مدريد والمناورات الأسد الأفريقي، هذا يكشف إلى أي مدى وصلت إليه التقنية الروسية. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.